وقعت دولة الإمارات وجمهورية النيجر اليوم اتفاقية تعاون في مجال الشؤون والخدمات القنصلية. وقع الاتفاقية من جانب دولة الإمارات في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة محمد مير عبد الله الرئيسي وكيل الوزارة، فيما وقعها عن جمهورية النيجر معالي إبراهيم يعقوب وزير خارجيتها. وتنص الاتفاقية على إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين لتقديم الدعم القنصلي الفعال لمواطني البلدين المتواجدين في البلد الآخر، فيما تدخل التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعها.